وكلمنا الجهات المختصة اللي هي وزارة الداخلية اللي ما قصرت وسبقونا بالأحداثيات ما شاء الله عليهم، منتشرة وانتشار من استراتيجيات سووها، تفكير ونقاط متأخذة، أفكار صحيحة. وأنا كأب يعني المفروض أسبقهم بالأحداث، لا كانوا سابقيني. فالحمد لله على كل حال، هذه من شعب البحرين دعواتهم وصبرهم معاي وبحثوا معاي كل مكان في البحرين. أنا أشكرهم والله يجزيهم ألف خير على هالموضوع. فزعونا صح على البحرين كلهم، فزعونا صح على البحرين كلهم. فزعونا البحرين كلها، يعني الحمد لله دوروا الولد وكلهم وقفوا وقفة معاي، عمري ما سألهم. ومساعدة الناس ووزارة الداخلية والقيادة العليا كلها، ما كلها وقفت كلها، ما استثنى أحد. مواطنين غير مواطنين، وافدين كلهم وقفوا الحمد لله.